عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيدير مع الوقت؟ الله يحفظك بارك الله فيك. كيدير مع الرقية؟ الحمد لله، حنا كنخدموا نفساني وكنقراو على الناس ما تيسر. ما تيسر؟ اه. وهادشي كله عنده علاقة بالرقية بطبيعة الحال. ماشي أي إنسان قرا عليه واحد الإنسان، راه أنت راه ممكن تقرا على واحد الولد ديالك، ولا تقرا على الابن ديالك، ولا تقرا على الأم ديالك. حنا المريض ملي كنمشيو عنده أول حاجة كنديروها هي كنقراو عليه ما تيسر. ما تيسر؟ اه. شنو اللي كيعجبك في الرقية؟ اللي كيعجبني هو الشخص اللي مريض كنبغيو نكتشفوه باش مريض. الرقية ولات مشبوهة. يعني انا مني غادي نقول للناس راه انا واش راقي ولا معالج نفساني؟ واش راقي شرعي ولا راقي؟ شوف الانسان الا انسان الا قريتي عليه القران هذا ما يسمى بانك انت راقيتي. راه اي انسان قريتي عليه القران الا ولو انت درتي ليه الرقيه، غير المعالجه النفسيه. اسمح لي قاطعتك. المعالجة النفسية كتبدا مع المريض. حنا عارفين المريض ملي كيكون عنده الخوف، ولا كيكون عنده اضطراب نفسي، ولا كيكون عنده واحد المشكل اللي هو غارق فيه، حنا عارفين بانه هو كيسب بها في السحر، وكيسب بها في الجن، وكيسب بها في ما وراء الشعوذة وما ورائه. حنا عارفين هادشي، غير حنا كنحاولوا نشخصوا الحالة. الا لقينا المريض كيتوهم بانه فعلا راه فيه جني ولا فيه سحر، حنا بالدور ديالنا كنحيدوا ليه هاد الفكره بالطريقه ديالنا الخاصه. والحمد لله كيتم داك الشيء بنجاح، والقوه ديال العلاج كتكون بالاذن ديال الله عز وجل. وكما قلت انا في بعض المنابر، راه قلت الله عز وجل مني كيعطي الاذن ديال واحد الحاله باش تعالج الا ولو كتعالج. وانا يعني كاين بعض الناس راه الخوف اللي كيدير فيهم هادشي كامل، يعني الخوف هو السبب الرئيسي ديال هادشي كله. الا كان هاد المريض هذا داز من واحد اضطراب نفسي، ولا داز من واحد الخوف شديد، بغيت نعرف هاد المريض هذا واش هاد المسائل اللي داز منها واش قواته ولا ضعفاته. الا ضعفاته كون اكيد المريض بان اي حاجه جاتك الا ولو غد ضعفك اكثر من الاول، ولكن الا قواتك اي حاجه غدا تجيك الا ولو انت قوي عليها وما غتخليهاش تسيطر لك على الدماغ ديالك. وحنا عارفين هادشي هذا. ومرض العصر حاليا هو نفساني، يعني الانسان يحاول الى كان مريض بواحد المرض اللي ما عارفوش وبشا يدير الرقيه. انا ما كراش يمشي عند واحد الناس يرقيو ويقراو عليه ما تيسر ونوض بحالك. يعني ما تبقاش في واحد الافكار السحريه ديال هذاك الراقي اللي كيقول لك انت راه عندك خادم سحر، ولا عندك جن عاشق، ولا عندك سحر فمي كلب، ولا الله اعلم. هنا كون اكيد بانه ذاك الراقي راه كيبغي يدخلك لعندو باش ينصب عليك، باش يدي لك الاموال ديالك، باش انت تطيقو. حنا راه عارفين هادشي هذا، وتا المشاهدين عارفين هادشي. يعني انا بغيت المريض يرقي نفسه بنفسه، الا لقى راسو بانه الحاله ديالو رقى نفسه وما كاينش العلاج، يحاول يلتجئ الله عز وجل، يصلي جوج ركعات ويهضر مع الله بالدارجه: يا ربي انا بغيت نتعالج من هذا الشيء هذا. ويعاون راسو، يعاون راسو، راه هكا الله هو اللي غادي يعالجك. والانسان الا ابتلى الله الا ولو كيحبه، وهذا واسمح لي وهذا امتحان. يعني الله مني كيمتحنك من بواحد المرضى الا ولو سبب من الاسباب باش انت ترجع الله عز وجل ويغفر لك الله، وتكون واحد التوبه اللي هي توبه خالصه. الا كنتي خايب تولي مزيان. ملي كتقول هذا الكلام هذا وكتقول انه الواحد من الاحسن الا كان مريض يرقي نفسه بنفسه، واش ما عندكش ثقه في الرقات المغاربه؟ صراحه انا الرقات اللي كنعرف انا صراحه ما عنديش فيهم الثقه. علاش؟ حيت انا كنشوفهم غير شرعيين. يعني من المريض انت كتقرا عليه وكتقول لي عندك وعندك الا ولو انت هو الروحاني، انت هو الدجال. يعني وليتي كتعلم على واحد الانسان اشنو عنده، واش انت سكانير؟ يعني هنا خاص الانسان تفرق بين النفسي وبين الجن. حنا عارفين بان الجن والسحر كيعلم بهم الله، هذوك امور غيبيه. حنا عارفين هاد الشيء الاخوان بان كاينين شي حوايج كيعلم بهم الله، غير حنا كالدور ديالنا
حنا الا كان عنده جني حنا كنخدموا معاه نفسي بانه داك الجني يتوالاه بواحد البرنامج اللي غادي نعطيوه ليه، شي حوايج خاصهم يطبقهم، شي حوايج اللي خاصوش يمرض راسو علاش هذاك الجني فيه هنا باش ما يدخلش لهذوك المرضين. المرض الاول هو المس اللي فيه، والمرض الثاني علاش فيا المس، يعني هنا غيدخل المرض النفسي. يعني حنا المريض بغيت نوصل ليه واحد الميساج بانه ما تثيقش في واحد الراقي اللي كيقول لك انت فك وانت فك وانت فك، وكيخليك في واحد الدائره ديال الخوف، وكتولي حاصل وكيولي دماغك خدام كثر من الطاقه ديالو، وكتنوض عظامك كيضروك، وكتولي عندك خنقه، وكيولي عندك افكار، وما كتبقاش باغي تخدم. علاش؟ بواحد الفكره دخلها لك هذاك الراقي اللي ما غاديش تخرجها من دماغك. علاش؟ حيتاش انت فعلا تيقتي بانه فك مس، وتيقتي بانه فك سحر. وعلاش تيقتي؟ حيتاش الاعراض اللي عندك هما اللي خلاوك تيق بانه فك جني وفك سحر. نعطيكم نعطيكم مثال، بحال واحد الانسان ما جاش النعاس. حنا عارفين الانسان اللي ما جاش النعاس غيضروا راسه بكثره الافكار، بكثره دماغه بحال كيحس براسه بانه شي حاجه كدوي فيه، هنا دماغه غادي يحرقه. كذلك الانسان اللي عنده اضطراب نفسي ولا عنده القلق واللي عنده الخوف، كون اكيد بانه غادي يقدر يجيك تنمل في الجسد، ويقدر عظامك يضروك. هذا ماشي دليل بانه الجن راه كيتسرى لك في الذات ديالك، هادو افكار حيدهم من دماغك، راك انت هو اللي مريض. الا المريض كانوا عنده هاد الافكار ومشى عند الراقي وما تعالج، كون اكيد بانه العلاج عندك انت. الا ما قدرتيش تعالج راسك براسك، حنا ممكن تقدر تجربنا، وكما قلت لكم انا عندي القوه ديال العلاج بلا ما نزكي نفسي. انا ما كنهضر الا ولو انا عندي الثقه ديال الثقه وثيق في نفسي. وكاين بعض الناس اللي كيسولوا واش انت عندك ديبلوم. انا نعطيكم مثال في نفسي، دابا انا ميكانيسيان، عندي الاصدقاء ديالي عندهم ديبلوم في الميكانيسيان، وكيجيبوا لي السيارات ديالهم وكنصاوبها لهم. يعني ها هو عنده ديبلوم، علاش التجأ لي انا وصوبت لي طوموبيل؟ ونزيدكم معلومه اخرى، حنا عندنا واحد الانسان غارق في الماء، وحنا بغينا شي واحد يجبدو، وجاو اهل الاختصاص، وجاو الناس ديال الدبلوم اللي عندهم ديبلوم ديال الغواصه، وعندهم هذه وعندهم هذه، ولكن جا واحد الانسان وقال لهم انا اللي غادي نجبد هذاك المريض، وتغطس وجبد هذاك المريض، وما عندوش ديبلوم. يعني راه رسالتي شوف كذلك حنايا، شوف هذه تصدق ولا ما تصدقش، حتى حنا هكاك. يعني حنا ملي كنمشيو عند المريض، الا الله عطاه الاذن، الله لا عطاه الاذن باش يتعالج في هذيك الليله الا ولو غادي يتعالج. كذلك حتى حنا المريض، شوف 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 انا اللي تعاملت مع بشر، ماشي شوف انا اللي مشيت عند واحد البشر مريض هو ما عارفش راسو باش المريض، وانا شخص الحاله ديالو، انا ما كنعطيش 100% غادي يتعالج. انا نقدر نحيد عليه 70% ونخليه يفكر منطقي بانه هادشي اللي عنده راه مدخلو لدماغه وخاصو يحيدو، وهكا باش هو ينفس على راسو وما يبقاش ديما حاصل انا عندي جني.